لطالما طبع واسم سياسة جل تحركات ونشاطات وزارة الخارجية، لكن الصورة اختلفت اليوم، فمجيء بوقدوم أعطى نكهة اقتصادية للوزارة، وحملت مصالح الوزير مسؤولية مرافقة المستثمرين والمصدرين عبر تنشيط تحركات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. مكتب جديد يسمى مكتب الإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، وتتمثل يعني مهام هذا المكتب خاصة في استقبال المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وخاصة المصدرين منهم. فيعني نستمع إلى انشغالاتهم، نستمع إلى طلباتهم، ندرسها ونمدهم يعني بالمساعدة وخاصة بالمعلومات الخاصة بولوج الأسواق الخارجية. خلق ثورة حقيقية بتغيير الذهنيات رسالة جدية واضحة للتوجه نحو النموذج الاقتصادي الجديد. فبعد تكوين المستشارين الاقتصاديين بالخارج، جاء الدور اليوم للتجسيد الميداني. احنا كمنظمة أرباب العمل رانا نشوفوا فيه حقيقة ثورة حقيقية في التغيير المنهجي للعمل تاع وزارة الخارجية. اليوم يعني الزاوية الاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية ولات مسألة محورية، وحنا ما نقدروا إلا نحييوه. مرة نتكلموا على التصدير، نتكلموا على هدف تاع 4 ملايير دولار، بلا دبلوماسية اقتصادية ما تقدرش تلحق لهم. لازم تغيير ذهنيات، تغيير في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في العالم، ومرافقة مرة أخرى المتعاملين الاقتصاديين اللي حبوا يجوا يستثمروا في الجزائر. حنا نحييو كل عمل لم يعملوا به وزارة الخارجية، اللي هو عمل جدي، عمل ميداني. نجاح عملية التصدير وفرض المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية والغربية على حد سواء مسؤولية ومهمة الجميع، فلا مصدر بدون منتج ولا ترويج بدون دبلوماسية.